هذا المكان ما بعرف شو اسمه، اكتبوا لي شو اسمه لانه كثير حبيته. من اول ما وصلنا انا عم اقول خيس شوف الشجر شوف البحر شوف الشارع السيارة حتدعسني. ممشى للسايكل والووكينج كيوت كثير حبيت المكان حبيت الشارع كثير حبيت. انا كثير بحب البحر اي شيء فيه بحر اي لاف ات. واو بس عن جد الشمس اختفت، احنا اجينا الشمس يعني موجوده وين راحت؟ مين حاطط الشمس اكس 2؟ ساره اكلت شوكولا خضراء اسنانها صاروا خضر يس صدمت هيك دمي كله صار ازرق اخضر لنا كيف ازرق؟ بيب ما قلت لكم موضوع اخضر وازرق انا شنطايتي زرقاء مين؟ عم يسلم علينا؟ هلا هاي مرحبا بوجودكم والله شكرا شكرا اهلا طيبة انت مش سنتية من زمان اي حدا يقول لي كيفك وقفنا عند السوبر ماركت لقيت عنده درع انا كثير بحب الدرع المهم لقيتي عنده درع؟ ايه شو اسمه؟ شو اسمه؟ كوين ان ا كاب الحمد لله لقيت عنده درع ما عرفت الاسم رايحه محل اسمه درع هش اسكت المهم انا شنطايتي زرقاء اوكي زرقاء على اكوا بلو تمام وانا وغيث نقاش حاد من الصبح هو يقول خضراء وانا اقول زرقاء هي خضراء هي الخضراء هي زرقاء اوكي اكوا بلو انا هيك شايفتها بس هو مصر انه هي خضراء بودرة ما بعرف شو بودرة المهم ايه فعن جد اتصلت بماما وماما راحت قالت شوي على خضار والموضوع يعني خلاص احنا اتخانقنا رسمي المهم صرنا نسأل العالم في عالم تقول انه مخضر شوي بس وتوصلنا السعودية لانكم انتوا بتجننوا كل واحد منكم بجنن كله قال ازرق فالسعودية فشت لي خلقي كل ما نسأل حدا شو لون الشنطة من اول ما وصل الكل يقول هيك اكوا بلو انا كنت عم اقول اكوا بلو انا بس بدي اجي افسر لون افسره او بقول الاسم مو انه والله اخضر ازرق لا بقول ديتيلز انه مثلا اكوا بلو بترولي هيك انه الوان مو هيك انه اخضر ازرق احمر لا I say it in details المهم الشنطة اكوا بلو واللي بيحكي غير هيك انا يعني بقمة السعادة والله العظيم ما بتصدقوا قد ايه هيك حاسة حالي ريلاكس انه ليه كل يوم اجننه والله وهيك ما بعرف هلا هيدا نو اي ما فيني احكي ولا كلمة I love it I just love it بحس حالي I'm home والله مستحيل كمية القطاط البيبي يا سلام على الحب لما يدق بابك فجأة وانت حزين محتاج له بس حد يحسك وانت في وحدة تليفوني رن انت يعني اذا بيصنفوا مين احقر حدا انت بتكون الثانية بعدي سبايسي بس يا ابوكو سبايسي في ضعف شو نحن شرح بسيط يعني نحن حاليا بجدة جايين المفروض 4 أيام بس يمكن مدد نخليهم 6 أيام لا تاني يوم العيد حيكون موجود أنا وسارة ونشيط وأسامة وحيلحقونا كمان زياد وسارة ويمكن يجي إيدي كمان نحن حاليا موجودين عشان نحضر الاف 1 الفورمولا 1 اللي حيصير بجدة فحنروح نحن عليه 3 أيام اللي هو بكرة وبعده آخر يوم حيكون السباق الأيام اللي قبلها حيكون إيفنت يعني وحفلات ومغنيين يعني حيكون في فعاليات كتير يعني فهمتوا؟ فنحن هنكون موجودين الثلاث أيام وحنلفلف بجدة وحنكتشف يعني أشياء شفيق بما أنه أول مرة يعني فحنحاول نستكشف خاصة أنه رفيقة سارة هون عايشة بجدة فهي يعني حتستلمنا المفروض فلنشوف لو حنطلع عشاء كمان ما بعرف وين ولا بعرف أنا وين ساكن حتى هلأ العب الشجر كله عامل هيك لقدام استني راسك من شبه النخلة انت اصلا
وطي وطي. تعرف هذا غزال؟ انت كالنخلو. بس انا مو كالنخلو، انا كال انا عصايه صغيره مقطوشه هيك. انت وقت تقول للبنت انت كالنخلو، انت طويله. بسم الله عليك، بسم الله عليك. انت 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 مدحتي حالك وسبيتي حالك وضحكتي على حالك ورجعتي مدحتي حالك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. ايوه اعتقد هذا اللي نحن رايحين عليه، بس يا انه صالح تليفونك يا ما بعرف، في حروف ضايعه. وين جده؟ وين النقطه؟ اسمه وين الميم؟ نادي اليخوت مره وين؟ حلو صحنا. احنا رايحين عبر تضربني بس تشتغل. لا بس انت ضربتين قبل شوي فبرد لك اياها. ساره ما تركت قطه ما لمستها. كل ما شفت قطه قالت لي اه ايه شالتها. وين اخذتيهم؟ عادي ناخذهم على البيت. ايه طبعا. بس انا خايف يضربوه لسامبا. بدي اقعدهم ثواني. شوف هاي، شوف هاي بتلعب. بلكي جوعانين. شو الواحد او شو اللي بلكي؟ اكيد جوعانين. شو هالسؤال؟ طب شو شو الواحد بيطعم قطط؟ اكل قطط. شو هالسؤال كمان؟ ما بعرف. طب وين امهم؟ تخبين هون شكلهم. ايوه لا هدول مش العاب يعني. استغفر الله. انت هونه. حبيت الموضوع. انت هونه. انا نوسه. انا نوسه. ايه القطة عم تسوي زوم. القطة عم تسوي زوم. داي لهون انت. داي 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 داي. ايه 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 انت بتحبي تلعبي انت. ييه. شو عم تعملي؟ هايد اند سيك؟ ييه ييه ملمسهم. عم يتخانقوا على التليفون. ايه مين سوى رجيكم؟ هاي هاي نوتي. هاي زعرة. هاي زعرة. هاي زعرة. ايه زعرة. انت زعرة. انت زعرة. انت زعرة. شوفوا شوفوا ما صغروا. انا حبيتهم. هاي لك 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 هاي ايه اصطادت عصفور. الام اصطادت عصفور. ايه الام اصطادت عصفور. الام اصطادت عصفور. يا امي الوالدة. لا اجت العصفور هون جنبي. لا اصطادتها وهي عن جد. هلا اصطادتها. يفضى عينك. ولي طلعتوا بتاكلوا عصافير وانا مفكركم تاكلوا اكل قطط. تركناهم لان عندهم حفلة عشاء هلا. كيف نحن مثلا رز مع خروف عصفور. كنا واقفين بدنا نطلب، بس اعتقد انه في دور قدامنا. سوري استنى الدور. انا اسفه. جينا بدنا نجيب لهم تونه. شو؟ اوكي انا اسفه. ما شاء الله كيف هيك؟ والله كانوا تنتين اول ما صورت السوري ليك، ولا صاروا اربعه؟ ما في كيس نوني كيس. اوكي ما شاء الله لسه قاعدين عم نجهز. ما شاء الله. ايه عصابات. يلا يلا بالدور بالدور. ما شاء الله. حط بكل واحدة تنتين اعتقد. لا ثواني خلينا نحط كل واحدة بواحدة بعدين. لا لا اتفقنا بالدور. هلا تشقفوا بعض. والله ها بشقفكم على كلكم فهمانين.